وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور زوسر تيتو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. دكتور، منتدى شباب العالم التجمع الأكبر على مستوى تمكين الشباب، مشاركة من 196 دولة وكافة قارات العالم، حوارات مفتوحة مع شباب العالم في كافة المجالات، يعني كيف ترى انعقاد هذا الحدث في نسخته الرابعة على الأراضي المصرية؟ مساء الخير، بنرحب بحضراتكم وبالسادة المشاهدين. طبعا احنا بنبدأ سنة جديدة بتبدأ فيها الدولة المصرية خطوة جادة في التمهيد للجمهورية الجديدة، فبمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتتوائم فيها جهود وأفكار الشباب للتعبير عن آرائهم وفهم وتحليل منهجي للواقع الوطني بالتواصل مع كبار صانع القرار. ده بيحصل بوجود مفكرين عالميين للوقوف على نقاط أساسية، ويعني الحقيقة الموضوع بيبقى منتج وبيبقى فيه توصيات بتوضع في الاعتبار حتى من الدولة المصرية ومن المؤسسات العالمية. فالشباب النهاردة هم الطاقة والأمل على طريق الوصول للجمهورية الجديدة، وبمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كعادتها اللي اتولدت أصلا من منتدى شباب العالم، بنكون أوراق سياسات بالورش. فالورش النهاردة الحقيقة كانت منتجة جدا، كان في النهاردة الورش كانت طريقة إدارتها وطريقة الحوار المجتمعي التفاعلي ما بين الشباب وما بين شباب من متعدد جنسيات من كل جنسيات العالم تقريبا، بيعبروا عن رؤيتهم، بيطرحوا أسئلة بتبدأ إجابتها وتحليلها، بيعرض الشباب وجهة نظرهم ومتطلباتهم، فبيبقى في حوار مجتمعي تفاعلي ثري بين الخبراء وبين الشباب. نعم. فبيكون بنقدر نصيغ نقط محددة ونقط بنقدر نصيغها كتوصيات أوقات لصانع القرار في مصر. نعم، ورش العمل التي تنعقد الآن قبيل انطلاق المنتدى رسميا في 10 يناير، إلى أي مدى ستشكل هداية لما سيحدث في الجلسات الرئيسية داخل المنتدى وحلقة الوصل التي اعتدناها دائما ما بين الشباب وصناع القرار؟ نعم، هو الورشة بيبقى فيها بتكون عبارة عن حوار مجتمعي تفاعلي، فبيبقى فيها تعبير للشباب عن كل وجهات النظر الموجودة من جنسيات مختلفة، من آراء مختلفة، من أيديولوجيات وخلفيات مختلفة، بتبدأ تتصاغ بطريقة أكاديمية أكتر مع الخبراء ومع صانع القرار، بحيث تبقى نقط موجودة نقدر نبقى بنبني عليها ونقدر نبقى بنتكلم بيها بصورة موضوعية وبصورة احترافية أكتر، فيبقى نقدر كشباب نعبر عن نفسنا بطريقة نقدر نبني عليها أكتر وأكتر. نعم، أشكرك جزيل الشكر. بالطبع الفعاليات ستظل مستمرة حتى 13 يناير بعد انطلاقها في 10. دكتور زوسر تيتو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكرا لك.